ثم الجهاز الفني والإداري. الراجل ده أحكي لكم قصة. أنا ما بطلعش في الإعلام كتير، لكن كنا بنلعب سان داونز في مصر، كسبنا الماتش 2-0، رجعنا في الطيارة، كان فريق سان داونز معانا، وأنا قاعد كان مستر بيتسو موسوماني كان موجود في يعني جنبي يعني، واتكلمت معاه لمدة دقيقة ونص. حسيت بمدى حبه وتقديره للنادي الأهلي وتاريخه، وحسيت إن عندي يعني من الخبرة شوية بصدق مشاعره وبصدق إحساسه تجاه النادي الأهلي. لما جينا محتاجين إن احنا نفكر في كوتش كبير يناسب النادي الأهلي ويناسب المرحلة اللي كنا محتاجين فيها كوتش بهذا القدر من التاريخ، ده واحد من أفضل 50 مدرب في العالم، لازم تبقى حضراتكم عارفين ده مصنف. فاحنا لما حبينا ان يكون موجود كلمته، اول رد فعل ان هو موجود، ان هو حابب النادي الاهلي وحابب يكون موجود في النادي الاهلي، وعمل تاريخ في جنوب افريقيا وعمل تاريخ في سان داونز، كان عاوز ياخد يعني يضيف تاريخ اخر مع على حد قوله مع اعظم نادي في القرن واعظم نادي في افريقيا. انا بشكره جدا جدا على الفتره اللي هي ما حدث.